بسره فليس له شيء سوى الموت ينفعه. أحسنت يا رملة إذ حكمت على من لم يجد صبرا لكتمان هواه بالموت. في حال كهذه الموت أرحم من الفضيحة يا مولاتي. نم أريح جسدك قليلا، فابننا نامق يحتاجك قويا كي تكون إلى جانبه. وكيف أنام وولدي سجين؟ ما أصعب أن يكون المرء مظلوما. عذاب السجن يهون أمام عذاب كهذا. وكأن لعنة قد أصابت. يفقد زوجته وولده أولا، ثم يفقد مكانته. كل ذلك الفقدان يهون أمام فقدان الشرف. ولدي بريء. لا تقل لي مثل هذا، فأنا أمه وأدرى الناس به. إلى أين؟ لدي أمر أقضيه الليلة. ألا قولي لي يا رملة، ما أول إيقاع يسمعه المرء؟